وأنت أول من يلحق بي. كانت آخر صلاة يصليها الناس الفجر والرسول حي في مثل هذا اليوم، يوم اثنين، ففتح الستار ورأى الناس يصلون وتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم أشار يصلوا. ولما طلعت الشمس وأشرقت فإذا بجبريل عند بابه. تقول عائشة: استأذن جبريل أن يدخل عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه السلام ثم قال: إن ملك الموت يستأذنك أن يدخل عليك. يقول: فأذنت له. تقول عائشة: فعلمت أنه يخير. دخل عليه ملك الموت فسلم، قال: السلام عليك يا محمد، إن الله بعثني إليك وقال لي: خيره بأن يعيش أو أن يموت الآن ويلقى الرفيق الأعلى. وقالت عائشة: سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى. فقلت: والله لا يختارنا، والله لا يختارنا. تقول عائشة: فرفع يده يشير بسبابته: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فسقطت يده وثقل رأسه على صدري، فعلمت أنه قد مات. تقول: فقمت ففتحت الباب فصرخت في المسجد: مات رسول الله، مات رسول الله. فضج الناس بالبكاء وأقبلوا إلى بابه، فدخل عليه أبو بكر فحمله وقال: وصاحباه وحبيباه ونبياه وخليلاه، ما أطيبك حي وما أطيبك ميت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.